الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة المرحلة الثاني، موضوع النظرية الاحتسابية. اليوم راح نحل سؤال بالنظرية عن القاعدة النظامية، عن القاعدة بصورة عامة، وراح نحل الأسئلة بالمحاضرة السابقة اللي أخذناها. السؤال قبل أن نحل أسئلة المحاضرة السابقة، السؤال يقول: القاعدة جي متكونة من أبجدية 0 1 2، المتغيرات S و X و Y، رمز البداية S، وقواعد الإنتاج موضحة بالصورة. المطلوب عندنا 4 مطالب أسئلة على هذه القاعدة. أول مطلب تصنيف القاعدة ضمنها رمية تشومسكي وهو رمية القواعد. المطلب الثاني توصيف اللغة اللي توصفها جي، يعني اشتقاق الكلمات. الثالث رسم للبارس تري. والرابع عندنا كلمة تشتق، ممكن اشتقاقها من القاعدة جي أم لا. المطلب الأول توصيف القاعدة، مثل ما أخذنا بالمحاضرات السابقة أنه لغرض توصيف القاعدة يجب أن نشتغل على مثلث هرمية تشومسكي اللي يحتوي على 4 أصناف من القواعد. تي زيرو اللي هي unconditional بدون قيد أو شرط، القاعدة تكون من نوع تي زيرو. تي وان يكون طول الطرف الأيسر أقل أو يساوي من طول الطرف الأيمن. تي تو طول الطرف الأيسر متغير واحد فقط. وتي ثري يجب أن تكون جميع الإنتاجات على إحدى الصور التالية: variable يؤدي إلى X، والX هو string سلسلة، string سلسلة من الرموز الأبجدية، أو variable يؤدي إلى X V، أو variable يؤدي إلى النور. نشوف هذه القاعدة مالتنا. بالبداية الجي هي تي زيرو، حكمنا عليها تي زيرو. بعدين نجي نشوف القواعد مالتنا. التي وان الشرط مالتها أن يكون طول ألفا الطرف الأيسر أقل أو يساوي طول بيتا. الطرف الأيسر 1 3، إذن الإنتاج هذا، الإنتاج هذا يلبي شرط التي وان. الانتاج الثاني ايضا 1 3 يلبي شرط التي وان. 1 بصفر قلنا عندنا استثناء لما يكون الاس هو رمز بداية، فا اوكي ممكن يستثنى. 1 باثنين يستثنى، 1 باثنين يستثنى، 1 بواحد يستثنى، 1 بثلاثة يستثنى، 1 بثلاثة يستثنى، 1 بواحد العفو يعبر عن شرط التي 1. بالنسبة للتي 2 انه يكون الطرف الايسر هو متغير 1، اذا كل الـ القواعد هي بيها الطرف الايسر يكون متغير 1، اذا عبرت الى تايب 2، اذا الجي هي تايب 2. بالنسبة لتايب 3 يجب ان تكون قواعدها على احدى الصور الموضحة. هنا عندنا الانتاج الاول variable يؤدي إلى X، variable موجود، variable يؤدي إلى X، variable موجود، variable يؤدي إلى null، variable يؤدي إلى X، variable، variable يؤدي إلى X، variable. عندنا X يؤدي إلى S، variable يؤدي إلى variable غير موجود. إذن عند أول فشل لتحقيق شرط نوع من الأنواع تفشل جميع إنتاجات القاعدة. إذن الاستنتاج مالتنا جي هي تايب 2 اللي هو context free grammar. هاي بالنسبة للمطلب الأول. المطلب الثاني توصيف اللغة، ممكن نوصف مجموعة من الكلمات، ممكن نوصف مجموعة من الكلمات ونجمعها للغة. أول كلمة ممكن نوصفها هي S يؤدي إلى النار، هذه أول كلمة، أو S هذا الاشتقاق الأول. الاشتقاق الثاني S يؤدي إلى 0 0 X، و ال X يؤدي إلى الأس 0 0 S، والأس يؤدي إلى النار فيدينا 0 0. هاي الكلمة الثانية. بعد كلمة ثالثة S يؤدي إلى 0 0 X، الأكس يؤدي إلى ما
مثلا 0x يصير 0 0 0x و 0 0 0s، والاس يؤدي الى النل وتنطيني 3 أصفار. هذه كلمة ثالثة. بعد 4 الاس يؤدي الى 1 1y، والواي يؤدي الى الاس، والاس تعطيني نول فينطيني 1 1. وعلى نفس الغرار الاشتقاق اللي قبله ممكن نشتق كلمة خامسة، اس يؤدي الى 1 1y، الواي ينطيني مثلا 0 2 فيعطيني 1 1 0 2y، والواي تعطيني اس، والاس تعطيني نول فيعطيني 1 1 0 2. هاي كلمة خامسة، وتكون اللغة متكونة من كلمات غير منتهية. إذا ال L تساوي null 0 0 0 0 0 3 و 1 1 و 1 1 0 2 إلى ما لا نهاية. هذه اللغة. المطلب الثاني البارسي تري، إنه الاشتقاقات نجعلها على شكل شجرة تري. فالمطلب الثالث والرابع راح أتركه لكم كواجب بيتي. شكرا جزيلا.